السلام عليكم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة كما العادة والعوايد، وكما عودناكم في القناة نتاعي صديق سميرة برحلات بتجوال وكذلك تخييم. ونهار تاع اليوم إن شاء الله يا ربي دلنا لكم تخييم إلى الشاطئ المهجور، الشاطئ الخلاب، الشاطئ الجميل، شاطئ بربجاني الموجود في ولاية تلمسان، وهو من الشواطئ المعزولة والشواطئ اللي ولات مشهورة في تلك المنطقة، الموجود ما بين بلدية هنين وكذلك بلدية سيدي يوشع، والبلدية الاثنين عندهم شواطئ كذلك جميلة، شواطئ عائلية كما راكم تشوفونها في الصور والفيديو. المنطقة جد جد جميلة. غادي تتابعوا معنا الفيديو حتى الاخير، غادي نعطيكم بعض المعلومات كيف نصل الى هذا الموقع، لان احنا الانطلاقة نتاعنا كانت من وهران، ووسائل التنقل لكي نصل الى هذا الشاطئ. لا تبخلوا علينا بالجام والبارتاج والابوني، تعليقاتكم تهمنا. وهذا جميع انحاء الوطن، الجزائر الام، شمالها جنوبها غربها وشرقها، وكذلك عبر انحاء العالم. الحمد لله وصلنا الى منطقة الانطلاقة، وهي اللي كانت في بلدية زياتين، ومنطقة صغيرة، وين هنا رانا في اعالي الجبل الذي يؤدي الى شاطئ برباجاني، ومن ثم دينا وسيله اخرى، وسيله التراكتور هي اللي عاونتنا باش حملنا الامتعه، لان المسافه عندك ساعه تاع طريق مشيا على الاقدام. والحمد لله كما كان الحال، الناس زهات وكانت متفائله كثيرا. والحاجه اللي عجبتني نشكر كاع المشاركه، لان كانت عندهم روح الفريق وروح الجماعه، لان كنا فريق وكنا المشاركين كامل كاع اتحدوا وتعاوننا وصباش نوصلوا الى شاطئ برباجاني، لان الهدف نتاعنا من الاصل هو الوصول الى تلك المنطقه. وتمتعنا كثيرا بالمناظر الجميلة ومناظر الجبال، كما غادي نخليكم تشاهدوا هذه المناظر. كملوا معنا الفيديو. ساعة الطريق من وقت نزولنا من الباص حتى الموقع اللي غادي نديروا فيه التخييم، الموقع هو شاطئ برباجاني. وتمتعنا كما شفتوا، البعض راحوا في التراكتور والبعض تمشاو داروا التجوال انتعنا، وبطبيعة الحال داروا صور كذلك في البر، باسكو غادي نلحقوا للبحر والشاطئ انتعنا اللي فوتنا فيه ليلة ويومين. المشاهد من فوق الجبل والعود أحمد. وهذه المنطقة تعتبر منطقة جد 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 جميلة، بما تحتويها من جبال مرتفعة وكذلك من ثروة نباتية، كان عندها أشجار الصنوبر وكذلك شجيرات الذرو، وكذلك نلقوا أشجار الدوم. هنا راكم تشوفوا الثروة الطبيعية اللي لازم نحتفظوا عليها، وكذلك نحمي هذه الطبيعة باش تبقى لنا للسائحين، باش تبقى للأجيال اللي راهم جايين من بعدنا. Thank you.
كما راكم تشوفوا هنايا كاين جمعة لي ديجا كان دايره تخييم، وهذا الجمعة كانت طالعه وناس واحد اخرين نازلين كما احنا نزلنا من هذا الجبل للالتحاق بالجماعه اللي كانت ديجا وصلت وبدات تنصب الخيم نتاعها. والحمد لله وصلنا كامل بخير، ومن مشاهد جد جد رائعه. نخليكم تتاملوا لهذه المشاهد الجميله. غير اسمك يشقي ويعيي، بصح بلاصه شبه بلاصه شبه بلي لاو بلي لاو تجا لاو ناو ناو جي بربيجاني يا بربيجاني إلى تشي ناو. Alors là, on est à Barbajani, on est le 1er octobre 2021 et ce sera un grand souvenir. Bien sûr, toujours ce fameux plage sauvage Barbajani. Elle a toute une histoire, toute une vie. Et oui, on a pris un peu de temps parce qu'il n'y avait pas les embarcations qui nous embarquent directement à la plage. On a pris la route de la montagne en randonnée. On a utilisé comme un autre moyen, comme d'habitude, chaque fois on utilise des moyens. On a utilisé le tracteur. Choose. Salam alaikum, inshallah tkounou kamel bikhir. اليوم التخييم نتاعنا في برباجاني، منطقة موجودة في ولاية تلمسان. عندنا المنطقة تاع سيدي وجع. هذا احنا نقولوا عندما مر سواء بالقوارب او ممر اخر عندك تقدر تروح له بالتجوال كيما احنا جينا ابيي، وان شاء الله ان شاء الله نعاودو نولو بالقوارب اذا ربي اكتب. ولكن المنظر منظر جميل. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيناكم برحله جديده. هذه الرحله هو تخييم في موقع استراتيجي، موقع جميل جدا هو برباجاني. نعطيكم هنا غادي نقول لكم من بعد المشاهد كيما نقولوا الجبليه، راكم تشوفوا هذه المواقع، موقع جميل. عندكم هنا الجبل كاع الفوق ثاني، تقدروا ديروا استكشاف. كاين جماعه راحوا داروا استكشاف لهذه المنطقه، ومن بعد نقول لكم كوتي تاع البحر. تشوز. Et là, toujours, on a fait le Maroc. On a si je vous regarde le Jazair, mais le bord, il y a le Chemin, le Genoub, ou كذلك من غرب الجزائر، parce que احنا تايم الوهر نجينا قريبه باش نوصلوا لهذا المكان. فيها شويه صعوبات باش نوصلوا حتى هذا المكان، اي بون مي سا ميريت كيما احنا نقولوا، يستاهل هذا الموقع، يستاهل. الوغ كيما العادة والعوايد، سيت لكم اون ديريكت هنا الفيديو، اللايك والجام والبارتاج على قناتي صديق سميرة في قناتي اليوتيوب. شكرا. المشتركين داو قسط من الراحة، ومن بعد كاين اللي فطر، فطرو عامو، داو سباحة، دارو كاياك، ومن بعد وقت راحو يجيبو الحطب باش يطيبو العشاء على الجمر. وكاين وحدين اللي بداو يديرو صيادة، صيدو بالكنابيش، وراه حكمولنا حوتة صغيرة.
هاي دي دموازيل هاي ام سيدة وي كما في الفيديو هذا رقم واحد كما قلت لكم فلوغ يتبع بفلوغ رقم اثنين لموقع برباجاني الشاطئ المهجور، وغادي نديرو لكم كيفاش نطيبو في الليل وكيفاش الناس يستمتعوا في طياب لو كوكينغ ان بيفوك. وإذا بغيتوا تتبعوا الفيديو رقم 2 تاع برباجاني ما عليكم غير تتابعوا هذا الفيديو وتابعونا في الفيديو رقم 2. وإذا بغيتوا تعرفوا لا ريسيت تاع هذا الطبق طبق ايطاليانو ما عليكم غير تتابعوا الفلوغ رقم 2.